أول درس في الوحدة الثانية في التربية الوطنية. الدرس ده بيتكلم عن ثلاثة من الرواد الأعلام اللي نروا في مصر ومحصلوا فيها مختلفة. عندي أول واحد الفيلسوف الأديب زكي نجيب محمود، بعد كده ناخد بإذن الله العالم المصري زكي مصطفى شرفة، بعد كده ناخد العالمة المصرية عادل الزهرة سميرة موسى أو ميس كوم. هنبدأ النهاردة بزكي نجيب محمود. بسرعة كده وقال زكي نجيب محمود ايه استعماله، او نبدا عن حياته نجيب محمود وهو نقطه بالفيلسوف الادباء او اديب الفلسفه، لانه مصدر كبير للادب والفلسفه، من اوائل الناس اللي بداوا يترجموا لنا الفلسفه والمواد الفلسفيه من اللغات الاجنبيه الى اللغه العربيه حتى يوصلوا طريقتها للفهم لها فهمها، زي كتابات اليوم وديب اليوم وبرتراند. اتولد فين؟ اتولد في قرية جديدة في الكويت من قبل الدمار. أخذ الشهادة الإبتدائية في مدرسة مصطفى الأولية، وبعد كده انتقل هو وأخته إلى السودان، ثم عاد مرة أخرى إلى مصر لتكمل دراسته الثانوية. سافر بعد كده دكتور زكي نجيب محمود إلى إنجلترا، وأخذ الماجستير والدكتوراه في الفلسفة، وعاد مرة أخرى إلى مصر ليعمل كدكتور مقيم في كلية الآداب جامعة القاهرة في الفلسفة. له العديد من كتابات في مجال الثقافة، العديد من كتاباته اللي هي قصة الدم، قصة العقل، خفاض السنين، جنة العظيم، الشرق والغرب، كل دي كتابات عملها زكي نجيب محمود، وهي دي كبيرة خالص إن المصريين ونحن نعرف هي الكتابات الفلسفية في المواد الفلسفية من ترجمة كمان أمهات الكتب من الفلسفة والمنطق زي ديفيد يوم وبرتراند راسل ترجمنا لمصر. مرت حياته بثلاث مراحل. المرحلة الأولى اللي هو كان بيقول إني علشان أتقدم لابد أن نحفظ كل أخبار التأثير، ثم بعد كده فاضل مرحلة انتقاله إلى إنجلترا أثرت في تفكيره، فبدأ يقول لا إحنا علشان نوصل للتغاضي في مجتمعنا لازم نجد ما بين افكار السلف والافكار الحديثه، يعني نعمل مزج ما بين القديم والحديث، ناخذ من الحديث ما يتناسب مع عصرنا، ما يتناسب مع قيمنا، وما يحافظ على الهويه الاجتماعيه. فدي اخر حاجه وصل ليها زكي نجيب محفوظ اللي هو المزج ما بين القديم والحديث، المزج بين اراء السلف والصالح، والمزج بين التقدم والحديث حتى نصل الى التقدم لبلده. اخر حاجه نقولها النهارده عن زكي نجيب محفوظ ان هو كان مؤمن جدا بالايه اللي بتقول ان الله لا يغير القوم حتى يغيروا انفسهم. كان شايف ان الايه القرانيه الكريمه دي لو احنا تمسكنا بيها هي اللي هتقدر تغير لنا مستقبل حياتنا. لازم التغيير يبدا مننا احنا في الاول كافراد كبشر، لان المجتمع مكون من